وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا الطبية. كتير بنسمع فرح ناس بتشكي وبتقلك أنا دايخة على طول وما بعرف شو صاير لي، أو فجأة بصير عندها دوخة مانا طبيعية وأوقات بتوصل للإغماء. هاي الأعراض كلها ممكن يكون سببها شيء نفسي، وحالات تكون ممكن تدلنا على شيء عارض يكون خطير وبيستدعي إنه نحن نشوف الطبيب المختص بهذا الموضوع لحتى نعرف شو هو. رح نحكي اليوم عن الدوار الدهليزي أكثر يا فرح. دائما بنسمع كمان قد ايه الاذن هي مركز توازن، شو هي المشاكل اللي ممكن نتعرض لها. دوار الدهليز يمكن هو مرض شائع كثير بنسمع عنه، شو اسبابه وكيف طريقه العلاج والتشخيص الصحيح. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الدكتوره خولة الهيفي، اختصاصي اذن انف حنجره وجراحه اكيد. اهلا وسهلا فيك دكتوره، صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك. صباحك. خلينا هيك بالبداية نوضح، كتير ممكن ناس بتصير مع هاي الأعراض ودوخة، وممكن تكون أعراض تانية بس يكون السبب الأكثر شيوعا عم نشوفه هو دوار دهليزي. خلينا نعرف شو هو الدوار الدهليزي. تمام. هلا كتير من المرضى المراجعين لعيادات الإذنية بالمشافي أو بالعيادات الخاصة بيراجعوا بشكوى دوخة. هلا نحن لازم نفرق بين الدوخة والدوار. الدوخة هي يعني بتترافق مع اعراض مثل خفه بالراس، الميلان للسقوط، فقدان التوازن. اما الدوار الحقيقي هو الشعور او التوهم بالحركه، يعني مثل اذا المريض بيجي عم يقول لنا انه انا حاسس حالي انا ثابت والدنيا عم تدور، الدنيا عم تدور حواليه. هون الدوار، والدوار هو عنوان كثير عريض، يعني له في عندنا الدوار المركزي او الدوار المحيطي. الدوار المحيطي كمان له عده اسباب، الأسباب الجهازية مثل إذا كان في عنا أسباب قلبية أو المريض بياخد أدوية، أسباب استقلابية يعني أو أي شيء ما دخلوا بالجملة العصبية المركزية. الدوار المركزي هو من الجملة العصبية المركزية. الدوار المحيطي صرنا بالأسباب المحيطية. من الأسباب المحيطية هو الدوار الدهليزي أو الدوار المرتبط بالجهاز الدهليزي الموجود بالإذن. برأيك دكتورة اليوم لما بيجي شخص بالغ بيختلف الأسباب عن إصابته مثلا بحالة دوار أو بحالة إغماء عن شخص مثلا عمره بالستين عن شخص عمره 18؟ هل بتختلف الأسباب هون؟ شو ممكن النقاط الرئيسية اللي بتنتقي منها لحتى يكون التشخيص صحيح 100%؟ طبعا هلا لما بيجي مريض مصاب بدوخة أو بدوار بيكون عمره 35 سنة، غير لما بيجينا مريض عمره فوق 50 أو فوق 60 سنة. لما بيجي مريض كبير بالعمر هو لازم ننفي نحن الأسباب الثانية غير الدوار الدهليزي. بشكل عام الدوار الدهليزي هو غير مهدد للحياة، بينما في أسباب تانية هي مهددة للحياة لازم تتشخص أول شيء لحتى تتعالج. مثل لما بيجينا مثلا مريض دواره ناتج عن أسباب قلبية أو دوار ناتج عن احتشاءات دماغية، أو هي مثلا نعتبرها نحن أسباب مهددة للحياة، هي لازم تنفى وخصوصا عند المرضى الكبار بالعمر. فهون لازم نفرق الدوار المحيطي عن الدوار المركزي، ولحتى بعدين نتفرق. في حالة معينة لحتى نفرق بيناتهم ممكن تطلبيها من المريض؟ طبعا. هلا القصة السريرية والفحص السريري هي أهم شيء بتوجهنا لحتى نحن نحدد إذا هيدا الدوار مركزي ولا محيطي. يعني حسب شرح المريض احنا بنستخدم لغه مفهومه سهله قريبه من لغه المريض لحتى المريض يقدر يشرح لنا شو عم يصير معه واعراضه لحتى نحن نعرف اذا هيدا دوار مركزي او دوار محيطي. يعني الدوار المركزي كثير له شيء بيميزه عن الدوار، اهم انه مرافقات العصبيه. مثلا احنا اذا بدنا نحكي عن دوار منشأه الجمله العصبيه المركزيه بيترافق مع ممكن غياب عن الوعي، ممكن خدر ونمل بالأطراف، سقوط مفاجئ طبعا مع الغياب عن الوعي. إذا كان المنشأ قلبي كمان له أعراض تانية. شو بتكون الأعراض؟ المنشأ القلبي مثلا المريض بيعاني من انخفاض ضغط، بيصير معه يعني شغلات انخفاض أو طبعا كان انخفاض أو ارتفاع ضغط، يعني بنتوجه نحن انه هذا المريض عنده مشكله
قلبيه نوجهه لطبيب قلبي هو وقتها بشخص يمكن المشكله. خلينا نضل نحن بالمشكله اللي نحن عم نحكي عنها دكتوره اليوم. حاله يمكن الدوران لما عم نحس انه مثل ما بنقول نحن الدنيا عم بتلف فينا لما بنحس بحاله اغماء حتى بنتعرض لها، هي حاله مزعجه لو كانت بفترات متباعده. اول طريقه ممكن تعالجي فيها الشخص شو ممكن توجهي له يمكن نصائح لحتى اذا بدنا نقول ما دخلنا نحن لا بالحالات القلبيه ولا الجمله العصبيه؟ صح. هلا دوار دهليزي هو عدة أنواع. كمان العلاج حسب النوع، تمام؟ فالنصائح اللي احنا بنقدمها حسب النوع اللي هو المريض مصاب فيه. طيب في أشخاص هون بتجهل هذا الموضوع وممكن ما تقدم على العلاج المطلوب منها، خلينا بس هيك بشكل مختصر نحكي بس عن الخطورة أو المضاعفات يلي ممكن تصير عند الشخص يلي ما عمل علاج أو ما تلقى علاج مناسب لهذا الموضوع. هلا برجع بقول لك كمان المضاعفات مثل العلاج بتتنوع حسب تنوع، يعني في خطورة على حياته اذا لا تم العلاج؟ لا، الدوار الدهليزي بجميع انواعه هو ما هو مهدد للحياه بشكل عام، بس حسب انواعه فينا نحن هو له عده انواع. دوار الوضع الاشتدادي السليم، داء منيير، التهاب العصب الدهليزي، هون بيختلف العلاج وبيختلف الانذار حسب نوع الدوار الدهليزي، بس بشكل عام هو مرض سليم ومهدد للإصابة. سليم. شكرا كثير لك دكتوره وعلى كل يمكن الاستفسارات اللي قدرنا ناخذ اجوبه حقيقيه من خلالك. شكرا لك واكيد الصحه والسلامه للجميع. شكرا دكتوره خوله، شكرا كثير لك وعلى حضورك معنا.